بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أنا حسين. اليوم السادس من أيام دورة احتراف لكليك بانك. حتى الآن إحنا ماشيين بشكل منظم وعلى الخطة وكله تمام. كثير من الناس بيسألوني إنه ليش ما تستعجل في وضع الفيديوهات مع إنه الدورة جاهزة، وهي فعلا الدورة جاهزة، بس أنا عملت الدورة على أساس الأيام وعلى أساس انه الناس تشتغل معي. يعني بس اعمل الفيديو بعطيهم مهلة الناس يعملوا فيديو ويطبقوه عمليا، ما بدي نظري، ما بدي يفكروا تفكير. فهيك كان هدف الدورة بصراحة، وهيك انا عملتها يعني. فاستغربت انه ما حدا بيطبق، الكل بتفرج بس ومستعجلين، يعني نفسهم يشوفوا الدورة بيوم واحد كامل. فعملية الدورة وضعها بشكل ايام على اساس انه تنفذوها وتطبقوها معي، وبحط ايام على حسب الفيديو. يعني في فيديو الكيورد اعطيتكم مهله 3 ايام تقريبا او 4، لانه بدها هيك فعلا يعني للمبتدئين او للناس اللي بدوا جديد بالشغله. واستغربت انه كثير اسئله انه وين الايام الباقي، هل انك بطلت، هل انك، يعني استغربت فعلا. يعني شكلهم الناس بس بتطلعوا بشاهدوا وخلص، وشكرا وشكرا، والدوره حلوه. طب ما استفدناش اشي، لازم تشتغلوا معي، لازم تشتغلوا معي يعني. ما فاليوم السادس وإن شاء الله اليوم بدنا نحكي عن اللي وصلنا له حتى الآن. وصلنا اخترنا وتأكدنا 100% من الكيورد تبعتنا، الكيورد اخترناها وتأكدنا منها 100%، وبدنا نشتريها من الإنترنت، نشتري هاي الكيورد. طبعا مش نشتري الكيورد نفسها أكيد، يعني نشتري الدومين نيم اللي بيشبه الكيورد هاي، لأنه هاي طريقتي انه اشتري دومين نيم بالضبط يكون في الكيورد تبعتي، لانه هذا طبعا راح يساعدني جدا في عملية الاس اي او او عملية الترتيب في جوجل حتى احصل على الزوار. لانه زي ما حكيت قبل هيك، اللي بفوت على جوجل وبعمل سيرش على كلمة معينة، اوائل اللي بيطلعوا له بتكون الكلمة موجودة باليو ار ال، موجودة بالعنوان تبعه. فهاي مهمة انك تكون عندك الكيورد موجودة باسم الموقع بعنوانه اللي راح نشتري ان شاء الله. فقبل ما نشتري بدي احكي شوي عن الشراء من الانترنت. كثير ناس بيسألوني انه كيف عملية الشراء. العقلية العربية لسه بخافوا من الشراء من النت، بسمعوا كثير قصص عن وفعلا في قصص يعني انه بصير عمليات نصب واحتيال بالانترنت. فحبيت اشرح شو كيف الطرق اللي ممكن تشتري من الانترنت، وشو شو المجالات اللي انت ممكن تشتري منها. بالنسبة لنا في الوطن العربي أصعب أو مش أصعب، الخيارات أقل من الأجانب، عندهم خيارات أكبر في عملية الشراء من الإنترنت. إحنا خياراتنا شوي أقل، بس مع هيك أي إنسان بيقدر يشتري من الإنترنت بدون غير أي مشاكل. خلينا نبدأ نشوف شو الطرق اللي عندنا. طرق الشراء من الإنترنت المتوفرة في أي من بلدان العالم 3 طرق. الطريقة الأولى البطاقات الائتمانية كريدت كارد، الطريقة الثانية الكاش انك تدفع مباشرة، والطريقة الثالثة اللي هو البنك الالكتروني. راح نشرح هاي الطرق الثلاث ان شاء الله. البطاقات الائتمانية طبعا بتعرفوها، هي البطاقات اللي بتكون من البنك، لازم يكون عندك حساب في البنك. طبعا ليش؟ عشان البنك يضمن حقه برضه، في حالة انك صرفت من البطاقة يقدر ياخذ منك. لازم يكون لك حساب في البنك، حساب جاري يكون في رصيد على اساس البنك برضه يضمن حقه. ما راح بنك يعطيك بطاقة وانت ما عندك بالحساب اشي، مثلا يكون فاضي او ما لك راتب جاري عندهم. اشهر شركات البطاقات اللي بتطلع هاي البطاقات بتعطيها للبنوك اللي هي الفيزا، الماستر كارد، امريكان اكسبريس. في اكثر من انواع بطاقة، اشهر اشي واكثر اشي مميز بالانترنت هو الفيزا والماستر كارد. واللي بده يجيب بطاقة يا يجيب فيزا يا ماستر كارد، ما يجيب اشي ثالث. في نوعين بطاقات، بطاقة الفيزا العادية، الفيزا المعروفة اللي بتروح على البنك بيكون فيها رصيد حسب طبعا راتبك، 2000 دولار، 5000 دولار كرصيد واحد معين، وانت بصير تسحب فيهم وكل شهر بتعمل ريتشارج البطاقة، الفيزا العادية. النوع البطاقات الثانية هي نوع البطاقات المدفوعة مسبقا، وهي اللي انا بفضلها بالنسبة لنا العرب. اعتقد موجودة في كل البلدان، يعني انا سألت في اكثر من بلد، اعتقد انها موجودة في كل البلدان العربية بالبنوك. طبعا هاي البطاقة حلوة، بتروح على البنك بتشتريها بمبلغ قليل سنويا.
تصير انت تشحنها شحن، تروح على البنك تحط فيها 100 دولار، بيكون ما فيها الا 100 دولار. ففي الحالة هي انت لما تصرف 100 دولار خلاص ما فيش، يعني ما بيكون فيها رصيد. بدك تشتري كمان اشي لازم تروح على البنك برضو وتعبيها كمان مرة. فهي البطاقة آمنة أكثر، يعني كأمان آمنة أكثر من البطاقة النوع الأول. بتكون في حالة يعني لا سمح الله حدا سرق معلوماتها ولا إشي، مع إنه شغلة صعبة الواحد يسرق معلومات بطاقة، بس بتصير بصراحة. فبيكون ما فيها رصيد لأنه أنت ما عبيتها، أو ممكن أنت تلغي التعباية، أو ممكن يكون فيها مثلا كم دولار راح ومش مشكلة. فهذا النوع من ناحية الأمان أحسن وأفضل، وبيستخدموها كثير من الناس. طيب لما تشتري من الإنترنت من البطاقة، في 3 عناصر مهمات: تحط اسمك كما هو موجود في البطاقة طبعا، كابيتال لتر، ورقم البطاقة مكون من 14 أو 16 خانة حسب نوع البطاقة، والرقم التعريفي اللي ممكن تسموه الباسورد، يعني بيكون 3 أرقام أو 4 أرقام حسب نوع البطاقة برضه. لما تحط هاي ال3 عناصر وتعمل باي على طول الموقع بطريقة البيع عنده، راح يأخذ رصيد من بطاقتك اللي هو من بنكك أصلا، لأنه البطاقة مشمولة مع البنك. راح يأخذ الرصيد اللي أنت حطيت له إياه طبعا الموجود، وبطاقتك بتاخذ منها الرصيد بشكل عادي زي كأنه حساب إلكتروني إلك، لأنه البطاقة أصلا هي عبارة عن حساب بنكي. البطاقة عبارة عن حساب بنكي، ففي حالة إنه أنت دفعت تدفع من حسابك البنكي يعني. تمام. فعملية الكريدت كارد مش صعبة، مش شغلة خطيرة أبدا. يعني ممكن أحكي لكم بطاقة الشحن المدفوعة مسبقا تريح كثير من الناس، تكون أمان وما فيها أي خوف أبدا. وصعب إنه أي موقع يكون عالمي ومشهور ممكن تشتري منه إنه ينصب عليك ويضحي بسمعته عشان بطاقتك اللي بجوز ما فيها إشي بالنسبة لهم، ما بعرفه. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التحويل المالي الكاش، اللي هي معروف طبعا، ممكن ترسل المال إلى الشركة اللي تشتري منها. طبعا هاي صعبة علينا لأنه أغلب الشركات اللي نشتري منها بتكون أمريكا وكهيك يعني، فصعب تروح عندهم عشان تشتري من عندهم. الطريقة الثانية ممكن إذا ترسل كتحويل بنكي، تروح على البنك عندك وتطلب تحويل خارجي وترسل ماني كاش ماني طبعا الى ايش، الى حساب البنكي تبع الشركه اللي بدك تشتري منها الشغله، الغرض اللي انت بدك اياه. ممكن ترسل عن احدى شركات التحويل، وسترن يونيون، ماني جرام، اي شركه تحويل ممكن انت ترسل من خلالها. ممكن ترسل كاش ماني برضو عن البريد العادي. تمام. هلا الخطوه او النقطه الاولى مش موجوده في اي شركه بصراحه على الانترنت، لانها فاتحه الموقع على الانترنت، فمش منطق تسلم اموال كاش بين ايديها يعني، صح ولا لا؟ النقطه الثانيه موجوده في كثير من الشركات، انه عن طريق تحويل بنكي البنك وير بعد تحويل خارجي. النقطه الثالثه برضو موجوده، وويسترن يونيون لها النصيب الاكبر في هاي العمليه. والبريد العادي اكيد طبعا بطلت ومش موجودة ابدا، لانه برضو اغلب بلدان العالم بريدها مش كثير قوي، وممكن ما توصل للكاش لاصحابها 100% يعني. الطريقة الثالثة البنك الالكتروني اللي الناس بيستخدموه اكثر اشي فعلا، حتى اي مواقع، لانه اسهل وسريع جدا. طيب البنك الالكتروني بنك عادي زي اي بنك موجود عندك بالبلد عندك بالمنطقة، بس بيكون اونلاين الكترونيا، اونلاين على الانترنت، بحيث انه لك يوزر نيم وباسورد عشان تدخله وتسوي كل الترانزاكشن الموجوده اللي بدك اياها عندك في البنك. بيختلف على البنك العادي انه بدوش رسوم، ما بده انك تعبي الاكونت تبعك في مبلغ معين عشان يفتحوا لك حساب، مجاني 100%. المال كيف بيتم ارساله؟ الكترونيا، يعني انت موجود برصيدك 100 دولار، بدك تودي لواحد بنفس البنك 20 دولار، كبسة زر بس تعطيه رقمه وتقوله اوكي، بتروحوا ال20 دولار بنفس اللحظة. اشهر بنوك الناس بتعاملوا معها طبعا، هناك يعني الوف من البنوك الالكترونية، الشاطر اللي بيعمل بنك الكتروني صار، بس افضل البنوك اللي هي البيبال والبيزا اللي هو بدل الاليرت بي قديما،
ليبرتي ريزيرف وماني بوكر، هذول أفضل البنوك فعلا الإلكترونية. ممكن تضيف لهم سوليد تراست باي، أو في بنوك برضو ثانية حلوة، بس هذول أكثر إشي بيستخدموه. طيب إذا بدك شوية معلومات زيادة عن البنوك الإلكترونية، في مقالة عندي بالمدونة اسمها البنوك الإلكترونية، بتشرح حول البنك الإلكتروني بشكل تفصيلي جدا. فبدكم معلومات أكثر فوتوا اقرأوها واعرفوا كيف بتتم عملية البنك الإلكتروني. بدي أحكي شوي عن البنوك الإلكترونية وشو النقاط اللي بتفيدنا. البيبال هو بنك إلكتروني عالمي، يعني 100% من المواقع العالمية المشهورة بتكون حاطة البيبال كوسيلة دفع عندها، لأنه فعلا كبير ومن السهل العمل معاه، يعني من السهل إنك تفتح فيه حساب وتبيع وتشتري من خلاله بلحظة بصراحة. فمشكلة البيبال إنه ما يقبل كل الدول العربية، حتى ما يقبل غير دولتين أو ثلاث من الدول العربية بس، وفي نوع من الدول العربية بيقبل إنه الشخص يشتري ويبيع فيها، وفي أنواع بتقبل إنه الشخص يشتري بس، وفي أنواع بتقبل ما بتقبل لا يشتري ولا يبيع. فهاي مشكلة البيبال، وكأنها أو لأنها أكثر وسيلة دفع الناس بقوموا من خلالها في المواقع، يعني أي موقع عالمي حكيت لكم فيه بيبال. واحنا ما مش كل البلدان تقدر تقبل بيبال، فهاي مشكلة بالنسبة لنا، لأنه أغلب المواقع فعلا بتكون بيبال هي الوسيلة الرسمية للدفع الوحيدة، بيبال وكريدت كارد، فبتكون هي الوسيلة الوحيدة للدفع، وهاي مشكلة بالنسبة لنا احنا في الوطن العربي، وحلها موجود إن شاء الله. تمام، هلا هيك شرحنا عن عملية الشراء من النت وكيف بتصير. حبيت أطمن الناس شوي إنه شغلة سهلة مش شغلة صعبة أبدا، يعني ما بدهاش أي تعقيد. وحكينا عن الطرق، هسا رح أحكي لكم شو الطرق اللي ممكن إحنا كعرب نشتري من خلالها وكيف ممكن نشتري. خليكم معي ونشوف إن شاء الله.